يا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب، وعشت مع الأيام ناسا عجيبة ترى العدل ظلما أو ترى الأمن في الذئب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم حوار المساء. في هذا الحوار نستضيف المحلل السياسي الأستاذ أشرف الشح. مرحبا مساء أستاذ خير. أشرف. مرحبا بك. أستاذ أشرف، بداية في هذه الحلقة وهذا الحوار نريد أن نتكلم عن آخر المستجدات في وطننا الحبيب. في أيام قد مضت جاء قصف واعتداء على طرابلس الآمنة المطمئنة صارخ على مطار مدني، ورأينا مجموعة من ردود الأفعال والتصريحات المحلية. بداية، كيف تقيم هذه الردود وكلامك على القصف هذا الصارخ عموما؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ما حدث في طرابلس خلال الأيام الماضية من قصف مطار معيتيقة أثناء تواجد مئات المسافرين داخل محطة المطار، ولله الحمد أنه لم يصب أحد، ولكن الحادثة خطيرة في معناها أن يصل الإجرام بهؤلاء بقصف مطار مدني أثناء تواجد كل هؤلاء المدنيين. أعتقد أن بعد هذا الإجرام ليس هناك أي مستوى يمكن وصفه بالإجرام. هذا ينبئ بأن كل الدعوات لإيجاد حل سلمي لحقن الدماء لإيقاف هذا الحمام من الدماء، الحقيقة هناك طرف يصر إصرار كبير على إدخال ليبيا في نفق مظلم لا قرار له. بالتالي أعتقد أن كل الوطنيين من أصحاب المبادرات الحسنة النية والذين يسعون جاهدين لرأب الصدع وللملمة هذه الجراح وتفادي الأخطر، أعتقد أن هذه كانت ردة مباشرة لا يمكن معها السكوت والذهاب في حوارات لا قاعدة لها لا أساس لها. الحقيقة هناك تواطؤ وتآمر على 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 ليبيا ككل بأيادي ليبية واستعمال الأيادي الليبية لتحقيق هذه المؤامرة. هذا أقل ما يمكن وصف هذه الجريمة. الحقيقة ردة الفعل الليبية الصورة تتضح أكثر فأكثر للمواطنين الليبيين الذين لم يفهموا بعد والذين اختلطت عليهم الأمور من خلال الدعوات الكاذبة لمحاربة الإرهاب، والذي نراه هو ممارسة أبشع أنواع الإرهاب الذي لم تشهده الدول الموسومة بالإرهاب، خصوصا أن هذا المطار كان مطارا مدني وكان يقتضي يعني بالمسافرين، منهم المرضى منهم أصحاب الأشغال، فكيف يعني يصير قصف في مطار مدني ومش مكان حتى عسكري؟ يعني لو افترضنا جدلا حتى وإن كان هناك شك أو شبهة بأن هذا المطار لتهريب الأسلحة أو لتهريب المرتزقة أو لتهريب ما شئت من الاتهامات، فعند موازنة الضرر بالفائدة، عند وجود خطر على مئات المدنيين مئات العائلات مئات الأطفال، يجب إن كانت هناك قيادة حكيمة إن كانت هناك قيادة وطنية تقف ضد مثل هذه الأفعال، لا أن تتبنى مثل ما رأينا سيد عبد الله. نعم، خرج عبد الله الثني وقد بارك هذا القصف وقال بداية الحرب على الإرهاب في طرابلس، واشترط شروط لإيقافه وكأن الرجل يقود معركة عسكرية محكمة ضد قوات أجنبية معتدية على الوطن، وهذا الحقيقة مخزي ومخجل ولا يمكن وصفه إلا بأعلى درجات الخيانة للوطن ولدماء الشهداء. هي حتى تصريحات عبد الله الثني وقفنا عليها قليلا، يعني الرجل يعترف يعني بالإرهاب عندما تقصف مكان مدني وكما قلت آنفا مقتض بالمدنيين المسافرين، معنى أنت ضمنيا تعترف بالإرهاب يعني. لا، هي الحقيقة تسابق الذين تولوا المناصب وهم ليسوا أهلا لها، تسابقهم على تبني مثل هذه الأفعال المجرمة لا يمكن أن يوصف إلا بأنه منتهى الخيانة للوطن ولدماء الشهداء الليبيين الذين ضحوا بأنفسهم مقابل الوصول إلى دولة يمكن فيها العيش بكرامة، لا الكرامة التي يدعيها حفتر والتي يقتل من أجلها عشرات الليبيين يوميا بدم بارد دون ذنب اقترفوه إلا لأن السيد حفتر اتهمهم بالإرهاب.
هذا من ناحية، ولا 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 ولم يأتون بأي دليل نعم. على هذا الإرهاب إلا بعض مقاطع الفيديو التي الله أعلم هل هي في ليبيا أو خارج ليبيا نعم. أو هي مفتعلة لاختراق المبررات كما أسلفنا في عدة نعم. في عدة حوارات سابقة. الحقيقة اليوم بعد هذا الاستقرار الذي شهدته المنطقة الغربية بصفة عامة وخاصة طرابلس، بعد انتهاء المعارك التي كان سببها إصرار بعض الأطراف الانقلاب على نعم. على على المسار الديمقراطي دي ليبيا نعم. حتى ولو كان البعض يتهم أن هي انقلاب على البرلمان الذي تم انتخابه في شهر 6، ولكن الكل يعلم أن خليفة حفتر ومجموعته وحلفائه منذ شهر فبراير الماضي قد أعلنوها صراحة أنهم يعطلون الإعلان الدستوري نعم. الذي انتخب من خلاله البرلمان نعم. والذين جلس معظم أعضائه مع خليفة حفتر. هذا تناقض صار نعم. هذا 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 انقلاب على المبدأ الديمقراطي على المبدأ السلمي نعم. وكأنه حب للعبودية وللرجوع لدولة الاستبداد ودولة الشخص مصالح الواحد. سيد أشرف، التقاء مصالح يعني بين كل أولئك، حتى لو كان رأينا هناك اختلاف بينهم كبير، يعني هناك من كان فعال في النظام السابق وهناك من كان يعادي النظام السابق والآن متحالفين مع بعضهم. هي كلها تحالفات منبعها ليس 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 ليبيا، هي صراعات إقليمية نقلت إلى ليبيا تجاه مشروع تم الحديث عنه في عدة مناسبات سابقة تقوده دول الخليج العربي على رأسها السعودية والإمارات لإيقاف هذا التيار من ثورات الربيع العربي، هذا معروف. وجدوا لهم الحلفاء من داخل ليبيا والذين تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من الثورة الليبية، منهم من تضرر لأنه فقد السلطة، ومنهم من تضرر لأنه وقع تحت قانون العزل السياسي، ومنهم من تضرر لأن حياته العسكرية أنهيت بقانون التقاعد، واختلفت أضرارهم. اتحدوا في, في, في هدف واحد وهو الانقلاب على كل هذه الإجراءات، الانقلاب على الثورة من أساسها، وكأن هدفهم منذ البداية إزاحة معمر القذافي فقط وليس إزاحة نظامه. بالتالي التقت كل هذه المصالح وتوحدوا في هذا الهدف، ولكن أبشرك بأنهم لا سمح الله وهذا لن يحدث لو انتصروا سيبدأون في الاختتال فيما بينهم، لأن كما حصل في جارتنا مصر يعني، لأن هدف الاستحواذ على السلطة كل فريق يريده لنفسه، وقد بدأ هذا مبكرا من خلال الاختلاف ما بين تحالف القوى الوطنية وما بين جماعة الفيدراليين في طبرق، وقد هددوا حتى بالاعتقال في طبرق، وقد هرب مجموعة منهم قبل أن يعقدوا صفقة من جديد ويتفقوا بأن المرحلة لازالت مبكرة على مثل هذه الصراعات. بالتالي أعتقد أن كل هؤلاء اتفقوا على إنهاء حياة 17 فبراير مبكرا، ومن ثم ينتقلوا أو يعودوا مرة أخرى نعم. إلى دولة شبيهة بما حدث في مصر نعم. وهذا أصبح معروف وأصبح غير خاطئ جليل الجميع نعم. أيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خرجت لربما عن الصمت وتكلم سيد ليون واعتبر أن الأزمة زادت تأزما في ليبيا عموما، وتكلم على هذا الطيران الذي قصف يجب أن يتوقف من قبل ما يسمى بالكرامة يعني. لا، هو بعثة الأمم المتحدة والتي تعبر عن تيار سياسي معين تخوده دول فاعلة من خلال ارتباطات مصلحية، طبعا الكل يعلم أن من يحدد سياسة الأمم المتحدة نعم. ومجلس الأمن ليس الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الخاص، تحدده الدول الفاعلة من خلال ارتباطات مصلحية بدول أخرى في المنطقة نعم. وحسابات استراتيجية بعيدة المدى. بالتالي أعتقد أن بعد الصفقة التي عقدت لإشراك دول الخليج العربي في المعركة الدولية والتحالف الدولي ضد داعش وضد الدولة الإسلامية في العراق والشام، أعتقد أن هذا كان مبنيا على صفقات أخرى تحت الطاولة أو امتدادات إقليمية تدعمها هذه الدول من خلال قرارات أممية تصدر لصالح هذا الطرف أو ذاك. بالتالي أعتقد أن تباطؤ الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في احترام قرار المؤسسة القضائية هو نابع من هذه الاتفاقات المسبقة التي عقدت بين مجموعة من دول الخليج ومصر وبعض الدول الكبرى التي
تركت لها المجال. نعم. في 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 ليبيا في هذه الفترة إلى أن تمس مصالحها الاستراتيجية طبعا. نعم. بدأ هذا طبعا ببعض التصريحات لعبد الفتاح السيسي بأن مطالبة الولايات المتحدة لإشراك مصر في الضربات الجوية ضد داعش رفضته مصر، وطالبت بتوسيع الحرب على الإرهاب واعتبار المجموعات الموجودة في ليبيا وخاصة فجر ليبيا وبعض المجموعات الأخرى مجموعات إرهابية وهي مشمولة بهذا التحالف الدولي. وبالأمس كان السيسي بفرنسا وكانت من أول الملفات المطروحة الملف الليبي. نعم. وهذا رفضته طبعا الدول الكبرى من خلال عدة تصريحات بأن توصيف مجموعات معينة بالإرهاب لا يقع لا يمكن إسقاطه بشكل كما يريده كما تريده القيادة المصرية. بالأمس عقد عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، وكان واضحا في أنه يدعم خليفة حفتر ويدعم المجموعة الموجودين في طبرق ويدعمهم لوجستيا وبالسلاح، قالها صراحة أمس. ولكن ردة فعل رئيس الوزراء الإيطالي كانت ردة فعل دبلوماسية بأن الدعم الإيطالي والغربي يأتي لوقف هذا الاختتال والوصول إلى حل سلمي، وإيطاليا مستعدة لإرسال قوات مسلحة إيطالية بعد إصدار قرار من الأمم المتحدة كقوات حفظ سلام. طبعا البعض من الطرف الآخر فسره أنه مساندة لمصر بالتدخل العسكري المباشر، والتصريح واضح في حد ذاته من خلال رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيته بأن إيطاليا مستعدة لإرسال قوات كما فعلت في لبنان كقوات حفظ سلام بعد الوصول إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية. بالتالي أعتقد أن الحملة التي تقودها بعض الدول العربية لأجل إرجاع ليبيا تحت منظومة النظام الاستبدادي الذي يضمن مصالحها ويعمل حاجز إيقاف لهذا التيار كي لا يصل لمناطقها، أعتقد أنه هو الدافع الرئيسي لما يفعله الممثل العام للأمم المتحدة. بالتالي يجب التعاطي مع هذه الظروف بحنكة سياسية واستغلال كل العلاقات الممكنة لخلق جبهة دولية تقف أمام هذا الاتجاه الذي يدفع بقوة لإنهاء عمر الثورة الليبية. طيب أيضا في قرارات الأمم المتحدة إن رأينا عندما يتكلمون عن حماية المدنيين وعدم التعرض للمدنيين، هنا ضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، تأتي لمطار مدني وتقصف هذا المطار، فبعثة الأمم المتحدة يجب أن تخرج وتستنكر يعني هذا الفعل وتجرم الفاعل يعني. لا، هو الحقيقة الأمين العام سيد بان كي مون أدان القصف الجوي على مطار معيتيغا، وصرحت إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا بعدة بيانات ضد هذا التطور، لأن هذا يحرج مواقف هذه الدول ويجعلها غير قادرة على الاستمرار في دعم هذا الاتجاه الذي يدخل الذي يفاقم المعارك العسكرية ويوصلها إلى حد لا يمكن بعده الوصول لحلول سلمية. الحقيقة هذه القصفات جعلت من هذه الدول ترفع صوتها قليلا أمام الدول الداعمة. طيب التصريح الأخير للجانب الإيطالي، يعني إيش يعتبر هذا التصريح؟ حتى كما قلت بأن هناك طرف تبنى هذا التصريح وكأنه في صفه يعني. لا، هو كان واضح بذاته تصريح سواء رئيس وزراء الإيطالي أو وزير الخارجية، صرح بأن إيطاليا مستعدة لإرسال قوات في إطار تحت في إطار قرار للمجلس الأمن الدولي كبعثة حفظ سلام بعد التوصل لحل سلمي، حل سياسي سلمي. وهذا طبعا واضح في حد ذاته، لأن الدستور الإيطالي يمنع التدخل العسكري المباشر إلا طبقا لقرارات أممية محددة المهام والمدد. بالتالي أعتقد أن هذا يعتبر رسالة مسبقة للمجلس الأمن الدولي لكي يضع ليبيا في ترتيب متقدم في جداول أعماله المستقبلية، ويدعم بقوة الحوارات التي يراد استئنافها بين أطراف يمكنها تحقيق هذه نتائج هذه الحوارات. أعتقد أن الطرف الجزائري ممتعض جدا من التدخل المصري الإماراتي السافر في ليبيا. هناك خلاف وهناك توجس
كان واضحا من خلال تصريحات وزير الخارجية الجزائري، وكان واضحا حتى في المحاضرة التي ألقاها السيد طارق متري في بيروت الأيام الماضية، والتي كشف فيها الكثير من الحوارات التي جرت فيما يخص المسألة الليبية. وقالها صراحة أن في لقاء مع وزير الخارجية الجزائري قالها أنه يتوجس من الدعم المصري الإماراتي العسكري لطرف ضد آخر، وهذا سيوصل ليبيا إلى مرحلة لا يمكن معها الوصول إلى حلول توافقية سلمية. طيب سيد أشرف، أنت تكلمنا عن الحوار، هنا تصريحات لأبو بكر بعيرة يعني هدف البرلمان المنحل، يقول لا حوار في المنطقة الغربية من غرب البلاد، وكأنهم يعني يسيطرون ضمنيا على الشرق بالكامل، وأن الحل سوف يكون عسكري يعني للقضاء بما سماهم ميليشيات مسلحة والحكومة الانقلابية والمؤتمر الخائن وغيرها من الأوصاف يعني. لا، والحقيقة السيد بعيرة قال هذا الكلام في لقاء كنت أنا ضيفا فيه بالأمس، وكان متشنجا ويتعامل بفوقية وبعدائية، وهذا طبعا يوضح للمجتمع الليبي ككل بشرقه وغربه وجنوبه أن هؤلاء الأطراف هم من يدخل ليبيا إلى أزمات وإلى معارك لا تنتهي. الحوار هو الحل، كلنا مقتنعين أن الحل في نهاية الأمر هو حل سياسي وحل توافقي بين كافة الأطراف التي تشترك في هذا الوطن، والتي هي شريكة لا يمكن إقصاؤها بأي حال من الأحوال، ولكن هناك مبادئ حاكمة يجب الاحتكام إليها قبل أن نجلس على طاولة الحوار. من بين هذه المبادئ الحاكمة هي وحدة التراب الليبي، هي عدم الرجوع إلى دولة الاستبداد، هي استهجان ورفض المحاولات الانقلابية على المسار الديمقراطي. هناك عدة نقاط أو مبادئ هو حتى لو كان أنصفنا يعني أعضاء البرلمان المنحل تفاوتت يعني ردود أفعالهم. هناك من تكلم عن الحوار وقال سوف نقبل بالحوار ولكن يسلم الميليشيات أو الثوار أسلحتهم يعني للجيش، مش عارف أي جيش يقصدون. وأيضا عبد الله الثني عدة نقاط وضعها الحوار، ومنها الاعتراف بالبرلمان المنحل، ومنها أيضا الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن هذا البرلمان، ومنها أيضا تسليم السلاح ومحاربة الإرهاب كما سماه. فكيف ترى يعني تفاوت؟ لا، الحقيقة لعدم وجود الخبرة السياسية لكل من ذكرت، فأنهم يضعون العربة أمام الحصان، وهذا طبعا في المفهوم السياسي غير مقبول، لأن كل ما يتحدثون عنه هي نتيجة للحوار ولا تسبق الحوار. الحوار يكون لأجل إيقاف كل هذه المعارك وكل هذه الاشتباكات وكل هذه الخلافات، والوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف تقف على مبادئ حاكمة كما أسلفت. بالتالي تسليم الأسلحة، إيقاف سحب القوات أو الميليشيات أو سميها ما شئت، هذا يكون نتيجة لحوار. هذا يجب أن نتحاور، يجب أن نضع إصبعنا على موضع الخلل، يجب أن نتفق على أن هذا لا يخدم لا مصلحتي ولا مصلحتك ولا مصلحة أبناؤنا في المستقبل. بالتالي يجب أن نصححه بشكل لا ينحرف عن المبادئ الحاكمة. بعدها كل الأشياء الأخرى هي نتائج تحصيل حاصل، أن عند اتفاقنا على هذا فأن الأسلحة ستسلم للجسم الذي نتفق عليه والذي نعترف به والذي نحترمه والذي نرعاه وننميه ونصونه، بالتالي كل المشاكل تحل. أما من يضع العربة أمام الحصان فهي رسالة مسبقة بأنني زي المثل الليبي، رومني ولا نكسر قرنك. هذا هو المفهوم، معناها أنا ما نبيش حل، أنا لازم نغلب مفهوم المغالبة أو مبدأ المغالبة. هناك من وضع الشروط، وهناك يعني من زي أبو بكر بعيرة يقولك نحن السعداء بالذي حدث في بنغازي، يعني مش عارف هل سعيد بالقتل والتقتيل وتهجير الآلاف من بنغازي يعني. للأسف هذا خلل في 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 شخص المسؤول الذي ذكرت، لأن لا أحد يتمنى
أن يقتل ولو حيوان، مش إنسان، لكي ينهي مشكلة معينة. عندما تتفاقم مشاكل من نوع جنائي أو إجرامي يجب معالجتها بطرق فنية متفق عليها. عندما نتكلم على إرهاب ولا غير إرهاب يجب أن نعرفه، يجب أن نحدد من هو الإرهابي، ما هو التصرف الإرهابي الذي يمكن أن نصفه ونتفق عليه بأنه إرهاب. عندما يغتال أو يقتل مجموعة من البشر يجب أن نبحث من قتلهم وكيف قتلوا، ولا نعتمد على تسريبات أو على أخبار أو على كلام أو على من يدعي أنه عنده وثائق، لأن الموضة الليبية للأسف اليوم يخرج الكثير على الإعلام ويقول كلام مرسل وبعدها يقول أنا عندي الوثائق وأنا عندي المستندات وأنا عندي، وبعدها بستة سبعة ثمانية أشهر لا نجد شيء. من أوضح الأمثلة قصة العدادات النفطية والقصة التي أدخلتنا في متاهات، خسرت الدولة الليبية أكثر من 40 مليار، مجرمين حاولوا بيع النفط لمصالحهم الخاصة وتهريبه، كل هذا بسبب بعض التصريحات والتصرفات الصبيانية الغير مؤسسة على عمل فني والتي للأسف يصدقها الكثير. طيب من الليبيين. سيد أشرف، نواصل الكلام. ينضم انفصل، كان معنا محمد منصوري كاتب شهداء بوسليم. اذا هناك من يرفض الحوار يعني جملة وتفصيلة، ولكن يضع شروط تعجيزية كما قلت، وهذه الشروط واضح بان هي يعني رفض الحوار. وايضا من الاشياء غابت يعني مفهوم ثوابت 17 من فبراير، لا يتكلمون القوم عن 17 من فبراير اصلا، يعني وكان شيء يعني مضى وخلى خلاص يعني. لا، هي 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 حتى الحقيقة الكل يتغنى بمبادئ 17 من فبراير. ما هي مبادئ 17 من فبراير؟ مبادئ 17 من فبراير الانتقال من دولة استبدادية، دولة شمولية يحكمها فرد وعائلة، إلى دولة ديمقراطية تحترم فيها المؤسسات، يكون فيها فصل واضح بين السلطات، ولا يتعدى فيها أي شخص على شخص آخر أو على حقوقه أو على ممتلكاته، لا تغتصب أملاكه، لا يعتدى على حريته في التعبير. هذه هي المبادئ. بالتالي اليوم عندما يتغنى البعض بالشرعية مثلا كما حدث في البرلمان المجتمعين في طبرق، للأسف لم يحترموا التسلسل، ومن ثم لم يحترموا حكم المحكمة. هذا منافي لمبادئ 17 من فبراير. عندما نقول نحن نريد حلول توافقية سلمية، المحكمة حكمت بحل البرلمان، إنهاء كل ما ترتب على التعديل السابع، على الفقرة 11 من التعديل السابع. إن كان هناك وطنيين فعلا، نعم، يقول نحن غير متمسكين بالسلطة. صحيح. إن كان هذا لصالح البلد يا سيدي نحن لن نتمسك، ولكن يجب أن نرسم خارطة الطريق أو نشترك في رسم خارطة الطريق. نعم. حتى المؤتمر انتهت مدته، ولا أعتقد أن المؤتمر سيتشبث بالسلطة. نعم. بالتالي دعونا نتفق على إعادة صياغة خارطة الطريق للوصول إلى المرحلة الدائمة. نعم. ولا يتشبث الأشخاص بمناصبهم. نعم. ولنترك المجال إن فشلنا نحن هناك غيرنا. هذا هو حسن النية والرغبة الحقيقية في الوصول يعني إلى حلول. سيد أشرف، هل هناك استماتة يعني فعلية عند أولئك بالمناصب، خصوصا بعد صدور المحكمة قالوا سوف نطعن في هذا الحكم القضائي عند النائب العام، والآن النائب العام يصدر مذكرات بالقبض على قيادات الكرامة؟ هم صرحوا هيك يعني. انعدام فهم للقانون. لا أعتقد أن حد يفهم القانون. حكم. نعم. نهائي لمحكمة عليا غير قابل. نعم. للطعن، غير قابل حتى للتعقيب عليه. يقول لي بنطعن أمام النائب. النائب العام سلطة الدعاء وما لهاش علاقة بأحكام المحكمة العليا. عندما يصدر حكم المحكمة العليا فهو حكم نهائي وغير قابل للطعن عليه. هذا عبارة عن مساهمة في إهانة السلطة القضائية ومساهمة في إدخال السلطة القضائية في هذا الصراع السياسي لأجل تدمير هذه المؤسسة، ومن ثم من المستحيل أن نبني مؤسسات جديدة. لا، هو الغريب عندما حتى قالوا سوف نحتكم للنائب العام، الآن النائب العام يدين يعني أصحاب الكرامة. النائب العام يتبع إجراءات فنية قانونية غير عاطفية، بالتالي عنده شكاوى معينة وعنده أدلة معينة يصدر على أساسها أوامر بالضبط والإحضار. ودعنا لا نقحم السلطات القضائية ونحافظ على هذه السلطة خارج هذه الممحكات السياسية. أنا أتكلم عن من يريد أن يتكلم في السياسة. السياسة لها مبادئ متغيرة طبقا للظروف والواقع. المصلحة هي المقدمة والمقدسة على كل شيء. المصلحة
في واقعنا اليوم هي مصلحة الشعب الليبي وإيقاف الدم. نعم هذا هو. ينضم إلينا الآن وسيم علي أحد ثوار بنغازي. السلام عليكم أخونا وسيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين يا وسيم، ابتداء أنت كأحد ثوار مدينتنا بنغازي، ممكن تعطينا الوضع العام للمدينة سواء الوضع المدني أو الميداني؟ والله يا أول حاجة بسم الله والصلاة والسلام على. نعم وسيم. وسيم ربما هناك مشكلة في الاتصال، عندما يرجع علينا وسيم نواصل. يعني تكلمت عدم إقحام يعني المحكمة والسلطات القضائية في المحكات السياسية وغير ذلك. لا، إدخال المحكمة العليا والمؤسسة القضائية بشكل كامل في هذه المماحكات السياسية وفي الصفقات التي يريد البعض تمريرها حتى من خلال الحوارات، أعتقد أنه سيكون سبب أو عامل في انهيار هذه المؤسسة. وأرجو من كل السياسيين الليبيين من كافة الأطراف أن لا يدخلوا المحكمة، يجب أن يحترم حكم المحكمة. نعم. ومن ثم نبحث على حلول بديلة. نعم. للوصول إلى الاستقرار ولو في المرحلة الأولى المؤقتة، الذي يطمئن المواطنين الليبيين أنهم لن يصبحوا في الصباح على صوت القنابل وصوت الرصاص وصوت المدافع. طيب تكلمت عن الحوار، هنا من أطراف يعني الحوار؟ هذا هو السؤال الكبير، وهذا هو السؤال المطروح حتى على الممثل الخاص للأمين العام المتحدة، أن من يشرك في هذا الحوار يجب أن يكون من الأطراف الفاعلة التي تستطيع ترجمة نتائج هذا الحوار إلى واقع، لأن نجد أن هناك عدة مبادرات تقدم من أطراف ليست لها سلطة على الأرض، ليست لها أي تأثير على الأرض. بالتالي هذه الأطراف إن كانت هي من تقود الحوار فلن تستطيع ترجمة أي نتائج هذا الحوار على الأرض في ليبيا. بالتالي أعتقد أن إشراك الأطراف الفاعلة مهما تباينت وجهات نظرها، ولكن إقناعها بالجلوس كخطوة أولى يعتبر إنجاز للوصول إلى اتفاقات. هنا يجب أن نفصل أن من يشرك هو طرف فاعل ولكنه غير مجرم. نعم. يجب أن لا يشرك المجرمين. نعم. عندما نتكلم عن المجرمين أعطيك مثل واضح، خليفة حفتر هو إنسان انقلابي من شهر فبراير وصدرت ضده عدة مطالبات قضائية، يجب أن يمتثل للقضاء. إذن يفصل القضاء في هذا. يفصل القضاء في هذا. لا يمكن إشراك من صدر ضدهم أوامر أو مذكرات قضائية. بالتالي كل غير هؤلاء يمكن إشراكهم. نعم. غير هؤلاء يمكن إشراكهم ويمكن الوصول معه، حتى مما اشترك في ما يسمى بالكرامة أو معارك أخرى يمكن إشراكه ما لم يكن مطلوبا لدى المؤسسة القضائية. البعثة الأمم المتحدة تكلمت عن الحوار مرارا، فكيف ترى يعني الدعوة للحوار؟ لكن بعد هذه المداخلة معنا محمد المنصوري من كتيبة شهداء بوسليم من درنة. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد المنصوري من درنة كتيبة شهداء بوسليم. مرحبتين محمد، ابتداء أعطينا الوضع في درنة الآن، وخصوصا درنة تعرضت الأيام الماضية لقصف جوي، يعني الوضع يعني هل هناك يعني فعلا زعزعة أمنية في درنة؟ هناك خطف، هناك قتل كما نسمع في الإعلام يعني؟ نعم والله نقول لك شيء. أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. الوضع العام في درنة وضع طبيعي، الأسواق مشكلة أيضا في الاتصال. نعم تكلم عن الحوار الذي دعت له الأمم المتحدة. تكلمنا عن هذا الحوار ولكن الأمم المتحدة لم توضح بعد أو لم تبلور بعد خطتها فيما أسمته غدا مساء الاثنين. المبعوث الخاص للأمين العام في عدة لقاءات إعلامية بعد حكم المحكمة قال أن غدا مساء واحد انتهى وأطراف الحوار فيه لم تعد الأطراف التي يمكنها اليوم الاشتراك بشكل فعلي، بالتالي يجب البحث على أطراف أخرى لإشراكها في عملية حوار أوسع يمكنها الوصول إلى اتفاقات. لحد هذه اللحظة لم تظهر معالم أو ملامح هؤلاء المشتركين. نعم. في الحوار أو من سيدعو تتم دعوتهم لهذا الحوار. أعتقد فقط ننوه لربما هناك مشكلة في اتصالات المنطقة الشرقية كما أخبرني المخرج، يزيد يحاول إن شاء الله مع المتداخلين. واصل الأستاذ. فأعتقد أن الفترة القادمة خاصة بعد
تدخل العامل الجزائري بشكل واضح خلال الأيام الماضية، أعتقد أن هناك بعض المبادرات التي بدأت تظهر على السطح، وهي تتمحور في مجملها في الاتفاق على إنشاء جسم بديل عن البرلمان المنحل وعن المؤتمر الوطني للإشراف على مرحلة استفتاء على الدستور الذي من المتوقع تقديمه بشكل نهائي قبل نهاية السنة الحالية. هذا أحد الطروحات المطروحة اليوم. لا نعلم في ظل عدم الشعور بالمسؤولية وخصوصا يعني من برلمان طبرق المنحل، نرى تصريحات غريبة يعني وكأن القوم لا يعترفون أصلا بك. لا، هي الحقيقة هذا كل هذه التصريحات لا معنى لها ولا قيمة لها. يجب أن نضع النقاط على الحروف، أن كل هؤلاء ممن يحاولون إرباك هذا المشهد لا يعبرون فعليا عن آراء مناطقهم والمواطنين الليبيين في المناطق التي يمثلونها. بالتالي أعتقد أن هذه تصريحات كرقصة المذبوح الذي لا يريد التنازل عن على ما وصل إليه وكأنه كان حلم حياته، لا يمكن الاعتداد بها. الآن المهم أن المسيرة سائرة للوصول إلى الحل الأمثل لهذه المشكلة بشكل يضمن عدم الانقلاب على مبادئ الثورة التي ضحى من أجلها الليبيين، وفي نفس الوقت يساهم في استقرار الوضع الأمني في ليبيا واستقرار المعيشة في ليبيا، لأن الوضع الأمني المرتبك سبب خللا حتى في معيشة الناس، وهذا صحيح. أمر لن يصبر عليه الليبيين لوقت كبير. فبالتالي أعتقد أن ما يقوم به بعض الأطراف اليوم حتى وإن لم تكن معلنة للوصول إلى مرتكزات يمكنها أن تكون منطلقا لحوار حقيقي بين الأطراف الفاعلة على الأرض مهما اختلفت وجهات نظرهم باستثناء الأطراف المجرمة والمطلوبة لدى القضاء، أعتقد أنه سيصل بنا في نهاية المطاف إلى حل مقبول لدى كافة الليبيين. نعم، ينضم إلينا الآن شاهد عيان من مدينة بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين. ابتداء وأنت مواطن مدينة بنغازي تكلمنا حاليا، اعطنا الوضع عموما في مدينتنا بنغازي التي غيبت في الفترة الماضية إعلاميا بسبب الظروف الصعبة التي تحياها المدينة. بارك الله فيك. الوضع عموما سواء الوضع، هناك مشكلة يقول لي مخرج، هناك مشكلة في اتصالات المنطقة الشرقية، سائلين الله أن يفرج عنهم يعني. طيب سيد أشرف، تكلم ليون تكلم عن جسم بديل بعيدا عن البرلمان المنحل وبعيدا ايضا عن المؤتمر الوطني، جسم تشريعي جديد، ولم يشر يعني تحديدا ما هو هذا الجسم الذي سوف يخرج البلد من الفوضى. هذا احد المقترحات، والحقيقه يشترك مع ممثل الامين العام للامم المتحده بعض الاطراف التي تقدم مبادرات هذه الايام. اعتقد ان هذه مبادرة من المبادرات والتي يجب أن تطرح على كافة الأطراف للنظر فيها وللنظر في تفاصيلها، إن كانت تخدم فعلا المواطنين الليبيين أو لا تخدمهم، أو هي محاولة للالتفاف على حكم المحكمة. طبعا يجب قبل طرح مثل هذه المبادرات احترام حكم المحكمة، ومن ثم الانتقال إلى مثل هذه المبادرات. فأعتقد أن لا المؤتمر الوطني متشبث ولا حكومة الإنقاذ متشبثة ولا كل الأطراف التي حاولت التصدي في وقت الحرج أمام هؤلاء الانقلابيين، لا أعتقد أن أي طرف منهم متشبث بالبقاء في سلطة زائدة. المهم اليوم أن نصل إلى حل يتوافق عليه الليبيين ولا ينقلب على مبادئ الثورة التي ضحى. طيب إلى أن تظهر يعني معالم هذا الحوار أو هذا الجسم الذي يتكلمون عنه، الآن بعدما أن استبيح المطار المدني، هل تتوقع أن نشهد يعني غارات جديدة على مناطق مدنية ومرافق حيوية في الدولة الليبية؟ نتمنى من الله أن لا يحصل ذلك، وأعتقد أن همة الثوار في كافة المناطق الغربية والذين يجتهدون لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، أعتقد أنها ستؤتي ثمارها خلال الأيام الماضية وتوقف هذه الانتهاكات وهذه الجرائم التي يقوم بها معدومي المسؤولية. هذا من ناحية. أعتقد أن المعركة حتى في بنغازي، والتي للأسف دمرت فيها بنغازي اليوم، إطلاق
قذائف من دبابات في منطقة الصابري. نعم. وبجانب القرب من مستشفى الهواري وعدة مناطق أخرى، هذا ينبئ بأن المدينة داخلة في حرب أهلية طويلة المدى بين أطراف لا تفهم حقيقة من غرر بهم، من أوهمهم بأنهم يحاربون فعلا الإرهاب، وهم يحاربون أبناء جلدتهم، يحاربون جيرانهم، يحاربون أهلهم لأسباب لا يعلمها إلا من يقودهم لوصول لغرض طيب وصول. في ظل الصمت الدولي، خصوصا بنغازي تدك، بنغازي تباد، بنغازي يعني كانت هناك بنغازي صح التعبير، كيف هناك صمت يعني واضح على هذه الجرائم؟ كما أسلفت، كانت القشة التي قسمت ظهر البعير في التصريح في الإدانات الدولية هي ضربة مطار معتيقة الدولي، والذي كان يكتظ بالمدنيين الأول من أمس. بالتالي أعتقد أن الاستمرار في هذا النهج سوف يرتفع به الصوت الغربي بالذات، لأنه لا يتفق مع هذا النهج في 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 حل المشاكل، خاصة في دول لها موقع استراتيجي كليبيا. ولن تساير لمدة طويلة بعض الدول الإقليمية التي تسعى لتمكين مجموعة معينة من السلطة في ليبيا. أعتقد أن فسحة الزمن التي أعطيت في الفترة السابقة لن تعطى في الفترة القادمة، ولذلك ترى أن هناك عدة تصريحات تتعالى فيها الأصوات من خلال عدة دول، كان آخرها أمس المقترح الإيطالي بإرسال قوات حفظ سلام بعد الوصول إلى اتفاق سلمي بين الأطراف الليبية. أعتقد هي رسائل، وهذه قوات حفظ السلام هل تتوقع يعني بأن الشارع الليبي والشعب الليبي سوف يقبل بهذا؟ لا، هو ولن يقبل بها أحد، وأعتقد أن هذه عبارة عن تلويحات سياسية ل يعني خصوصا من الجانب الإيطالي، ونعرف كلنا من إيطاليا. نعم يعني. نعم هذه أعتقد هي رسائل سياسية لبعض الأطراف الإقليمية وليست موجهة للمواطنين الليبيين. أعتقد أن التدخل العسكري السافر للطيران الإماراتي المصري والاعتداء على مناطق الغربية الليبية قوبل باستهجان بعض الدول، وهذه رسالة من دول غربية أننا نحن. طيب نواصل الكلام عن الجانب الدولي. فقط شاهد العيان يعود إلينا من بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ربما هناك مشكلة في اتصالات في المنطقة الشرقية عموما. هل تسمعني يا أخي؟ السلام عليكم. طيب عندما يعود لينا. طيب الآن دعنا من جانب الدولي، بنغازي يعني حوربت ودمرت، هل تتوقع تصدير يعني هذه الحرب لدرنا وغيرها من المناطق؟ هم لن يتمكنوا من بنغازي حتى يصدروها إلى مناطق أخرى، هذا أمر مفروغ منه. 5 أشهر اليوم، وحتى المعركة الأخيرة التي بدأوها يوم 15/10 لم يفلحوا في السيطرة على بنغازي مع كل الدعم اللوجستي والعسكري وبالسلاح الذي. طيب ليش الفشل في بنغازي؟ يعني مدعومين بالسلاح بالقوة بالعتاد، في فشل واضح يعني. لأن من يدافع يدافع من أجل قضية، ومن يهاجم يهاجم من أجل سلطة، هذا واضح. بالتالي من يدافع عن كرامته وعن ثورته وعن استقرار بلده وعن ثوابتها هو الذي سينتصر في النهاية. كل هذه المحاولات لن تصل إلى مبتغاها بإذن الله، حتى ولو حققت بعض الانتصارات المؤقتة فلن تنتصر في الحرب في نهاية الأمر. أعتقد أن من يحاول تسويق مثل هذه المبررات هم أناس لا يفهمون تاريخ هذا الوطن، كيفية تركيبة هذا الوطن. نعم. حتى ولو حاولوا أن يخلقوا نوع من الفتنة القبلية بين التركيبة المجتمعية للمنطقة الشرقية، ولكن أعتقد أن هناك الكثير من العقلاء، وظهر بالأمس بيان لقبيلة العبيدات على سبيل المثال، وغير القبائل ظهر هناك مجلس عسكري في المنطقة الشرقية، كلها تدين هذه الجرائم التي ارتكبها خليفة حفتر. وأعتقد أنه الوقت ليس في صالحه، وأنه إن استمر في هذا لمدة أطول فأنه سيواجه من خلال أهل المنطقة الشرقية نفسهم بشكل أعنف لم يتوقعه في الصدر. وحتى على الانقسام الحاصل يعني يتكلم الحبيب الأمين الذي عين مؤخرا سفير في مالطا، يقول بالحرف يعني على حفتر أن يرحل.
نعم، هناك أصوات حتى المجموعة المجتمعين في طبرق حصل خلاف بينهم، ممن يريد تكوين مجلس عسكري برئاسة خليفة حفتر وممن لا يريد أن يشرك خليفة حفتر في العملية السياسية المستقبلية، فظهر هذا الخلاف واضح وجلي، وأعتقد أنهم حاولوا التغطية عليه خلال المرحلة الحالية لأنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم، وظهرت عوامل سياسية أخرى لا تخدم هذه المصلحة. نعم. بالتالي أعتقد أن هذه معركة مؤجلة يؤجلونها إلى حين الانتصار الذي يتمنونه في المنطقة الشرقية، لكن أعتقد أن ما وصلت إليه الأمور في حرب بنغازي وفي معارك بنغازي تنذر بأن هذه المعارك ستتحول فعلا إلى عمليات انتقامية بين الأهل، وهذا ما لا نريد الوصول إليه. كل الانتهاكات التي حصلت من انتهاك الأعراض والبيوت والحرومات، هذه هي من يخلق روح الانتقام، روح الإرهاب. نعم. التي يدعون أنهم يحاربونها. بالتالي أتمنى من الله أن تنتهي هذه الأزمة في بنغازي، وأن يفرج الله على بنغازي وعلى أهلها، كي لا نصل إلى متاهات لا يمكن بعدها إيجاد الحلول. طيب سيد أشرف، تقييمك العام لدور أو عمل حكومة الإنقاذ في هذه الأزمة، وخصوصا بعد تصعيد أو التصعيد من قبل برلمان المنحل؟ للأسف حكومة الإنقاذ حتى اليوم لم تظهر فاعلية، بغض النظر طبعا زي ما يقولوا الناس المتفرج فارس، ولكن لم تظهر فاعلية على الأرض مع كل الصعوبات التي تعانيها، سواء صعوبات مالية وإجرائية أو من خلال اللوائح والقوانين المعمول بها، ولكن مع ذلك لم نرى تلك الديناميكية التي كنا نتمناها، خاصة على المستوى السياسي من خلال الاتصال بعدة دول، من خلال خلق جبهة دولية يمكنها دعم موقف المدافعين على الثورة، موقف حكومة الإنقاذ ومن تمثلهم. لم نرى هذا، رأينا العمل الحكومة كما يعمل مجلس بلدي للأسف فقط. هو فعلا العامل الخدمي مهم، وأن يلبي احتياجات المواطنين مهم، ولكن في مرحلة الحرب والأزمة كان من الأجدى أن تكون هناك خلايا عمل تنطلق لعدة أماكن لتشرح الموقف ولتبني علاقة أو جبهة دولية يمكنها مساندة. يعني من الغريب من لا يملك الشرعية يتجول في الدول. نعم الأخرى. نعم نعم، يتجول واستطاع أن يحقق مكتسبات سياسية. نعم. هذا لا ننكره. بالتالي أعتقد أن حكومة الإنقاذ خلال الشهرين الماضيين لم تتصرف بشكل سريع يمكن معه بناء هذه الجبهة الدولية، وما لا يحدث خلال في توقيته لا يمكن تداركه فيما بعد. اليوم لا يمكن دعوتهم إلى تكوينها اليوم هذه جبهة دولية، لأن المواقف الدولية بدأت تتبلور من خلال البيان الذي صدر أمس عن الحكومة التركية على سبيل المثال. نعم. والذي يدين فيه الاعتداءات الجوية على مطار معتيقة، ولكنه في نفس الوقت يدعم فيه مساعي برناردينيو ليون، وهذا عبارة عن اتفاق عقد وتم الانتهاء منه من خلال بعض الأطراف الدولية لعدم عرقلة عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وترك فسحة من الوقت له علّه يستطيع. نعم. أن يضع مبادرة يمكنها أن توصل البلاد إلى حل. سيد أشرف، المؤسسة التشريعية المؤتمر الوطني يصدر جملة من القرارات، من ضمنها يعني أن على رئاسة الأركان دعم جميع الجبهات، ورئاسة الأركان تكلمت عن هذا، لكن أيضا نرى ضعف لربما الثوار يشكون يعني من عدم الدعم الواضح من رئاسة الأركان، فهل أيضا تعاني من ضعف يعني رئاسة الأركان؟ لا، هو الواقع الناحية العملياتية واضح أن بها خلل كبير. رئاسة الأركان لا أعرف مدى سيطرتها على كافة الأسلحة والأركانات التي تقودها. عندما تضرب طائرة مطار معتيقة عشية يوم وترجع لقصفه في اليوم التالي صباحا، هذا يظهر تماما أنه ليس هناك عمل استخباراتي عسكري يمكنه أن يعطي المعلومة الصحيحة والغير المضللة. وأعتقد أن هناك حتى اختراق لدى بعض القوات في فجر ليبيا، والتي ساهمت في بث الإشاعات التي أحبطت النفوس في اليوم التالي من خلال الأخبار الكاذبة على السيطرة على قاعدة الوطية. أعتقد
أن هناك ربكة في إعادة ترتيب العمليات العسكرية، وهذا يظهر أن قيادة الأركان الحالية غير قادرة على بناء فريق عمل وغرفة عمليات لقيادة معارك. بالتالي أتمنى من الحكومة من مؤتمر معالجة هذا الخلل الذي من شأنه أن يحفظ أرواح الليبيين، لأن السماح بقصف طائرات سواء لطرابلس أو لأبو كماش كما حصل اليوم أو لدخول غريان في طرابلس ولكن باءت بالفشل، لكن يحاولون هذه يعني. من خلال خلق الصحوات في طرابلس كما فعلوا في بنغازي، ولكن الحمد لله هناك وعي كبير لدى أهل طرابلس بعدما عانوه خلال معارك الصواعق والقعقاع ضد الثوار. أعتقد أن أهل طرابلس باختلاف ميولاتهم لا يتمنون أن تنشب معارك جديدة في طرابلس وأن تدخل طرابلس إلى متاهة الحرب كما دخلت. نتكلم بعد قصف الطيران، جميع المدارس والمرافق المحيطة بالمطار قد توقفت ونحن في امتحانات وغير ذلك. لا أعتقد أن أهل طرابلس متفقين من حيث المبدأ مهما اختلفت ميولاتهم، أنهم لا يريدون أن تدخل طرابلس إلى معارك جديدة وإلى اقتتال جديد. بالتالي هذا تحصيل حاصل. بعض المجموعات المجرمة التي تحاول زعزعة الأمن، ولكن الحمد لله أنها لا تستطيع وقوتها محدودة وإمكانياتها محدودة. أعتقد أن الجانب الكبير الآن هو الاهتمام بعدم تكرار عملية قصف مطار معيتيقة من نواحي عسكرية واستخباراتية للوصول إلى إيقاف مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه الجرائم. هذا شيء لابد منه، ولا ننتظر أي مساعدة دولية لإيقاف مثل هذه الاعتداءات. نعم. طيب سيد أشرف، ربما هناك صور تبين في الشاشة يعني مدى تعرض المطار للدمار. هو مش المطار، المساكن المجاورة للمطار، خصوصا هذا مسك لعائلة تضررت جراء القصف. يعني كما كان يتكلم رب الأسرة قال يعني أطفاله كانوا يجروا في هيك الوقت ويستعدوا الامتحانات. لا، هي الحقيقة حتى الذين خرجوا وتبنوا هذه الضربات المجرمة لم يقولوا للشعب الليبي أن الطائرات التي قصفت هي طائرات قديمة جدا، الميك 23. نعم. والسخوية 24. نعم. صورة تبرز حجم الدمار. طائرات ليس لا تمتلك أجهزة توجيه، ليست لديها أسلحة موجهة وصواريخ موجهة، صواريخ ترمى بحسابات الطيار، وهذا مجال الخطأ فيه من 7 إلى 10 كيلومتر. بالتالي عندما تلقى هذه القنابل أو الصواريخ على المطار وتسقط على البيوت، والحمد لله لم تكن هذه البيوت مكتظة بالسكان أو لم يكن السكان بداخلها، لم يتضرروا أو لم يقتل أحد على الأقل، ولم تسقط هذه القنابل على محطة الركاب التي كانت تعج بمئات المدنيين. هذا من ستر الله، لأن لو حدث ذلك أعتقد أن لا مجال بعدها للحديث. طيب، على أي حلول. طيب، غريب. أو أي اتفاقات بإشراك كل هؤلاء. نرجع بالذاكرة، القذافي ونظام الطاغية عندما أرسل طيارين هربوا لمالطا أبان الثورة، الآن يعني كيف يتجرأ أولئك يعني لقصف أماكن مدنية فيها ناس؟ لا أعتقد أن القذافي أخطأ في اختيار الطيارين، وهم نجحوا في الاختيار الجيد للطيارين. القذافي اختار الوطنيين الذين لا يرتضون قصف أو لا يرضون قصف أبناء جلدتهم وأبناء وطنهم، ولكن لم يحالفوا الحظ في اختيار هؤلاء الخونة الذين يقصفون المواطنين الليبيين. أعتقد أن القذافي لم يكن محظوظا، وحفتر وجماعته وإثنين كانوا أكثر حظا من القذافي. طيب، رأينا أيضا مؤسسات المجتمع المدني يعني أصواتها عالية جدا، يعني في حرب مطار طرابلس عندما حدثت بين القعقاع والصواعق وكتيبة أمن المطار التابعة للزنتان وبين الثوار، خرجت مؤسسة المجتمع المدني وهناك من صعد حتى قال سوف يوصل ذلك لمحكمة الجنايات الدولية، لكن الآن صمت واضح. لا، هذه مؤسسات مجتمع مدني أسسها من أسس الصواعق والقعقاع، هي للأسف امتازوا هذه المجموعات المجرمة امتازت على مجموعات الثوار الأخرى بحسن التنظيم في مثل هذه الأعمال.
أسسوا منظمات المجتمع المدني وأسسوا حتى مجموعة من القانونيين الذين يحرفون القانون ويفسرونه على هواهم، وأسسوا عدة مجموعات لإيهام المواطنين بأنهم على حق وأنهم لم يرتكبوا الجرائم ولم يعتدوا ولم يسرقوا ولم ينهبوا ولم يقتلوا. هذا بدا مفضوح، واختلاف المعايير، من تباكى على 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 تمثال الغزالة ولم يتباكى على ارواح الناس الذين قتلوا، هذا لا استطيع ان اصنفه في 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 خانة البني آدم او الانسان. الحقيقة هناك انقلاب في المعايير، من يعلو صوته في أشياء معينة ولا تسمع له صوتا عندما ترتكب الجرائم الحقيقية، هذا لا يمكن أن نعتبره مؤسسة مجتمع مدني ولا مؤسسة حقوق إنسان أو مؤسسة، لا هذا ليس له حتى شعور وطني. من يكره العنف يجب أن يصيح ضد العنف مهما كان مسببه. من يكره الدماء يجب أن يعلو صوته ضد الدماء مهما كان الطرف الذي يسفك هذه الدماء. بالتالي هذه المزاجية في التعاطي مع الأمور توضح للناس الذين يستمعون ويتلقون المعلومات من هذه الأطراف بأنهم أطراف مشتركة في مثل هذه الجرائم. وإن تكلمنا عن الحركة المدني، ربما هناك حركة صحيح لا ينضوي تحت مؤسسات واضحة وعفوي، لكن يوصف بأطول حراك سياسي مدني وهو بميدان الشهداء في كل جمعة الآن، لربما 18 جمعة نصل الآن والناس قاعدة تطلع تطالب، فماذا تمثل هذه داخليا وخارجيا؟ لا، هي مش في ميدان الشهداء بس، هي في أغلب المدن. نعم. في أغلب المدن عندما ترك المجال للناس، في السابق كانوا يخرجون ولكن كانت قوات من الميليشيات السواعق تمنعهم بالسلاح من التظاهر ولا يشتركون حتى في الميدان. الآن بدأوا يخرجون جهارا نهارا، حاولوا الاعتداء عليهم مرتين عن طريق بعض المجرمين بالأسلحة البيضاء، ولكن تم إيقافهم عند حدهم، وتواصل المواطنين رجال ونساء وأطفال في الخروج والتعبير عن آرائهم. يجب أن تحترم هذه الآراء، لا يجب أن يخرج علينا بعض السياسيين، وأنا هنا أقولها على كل السياسيين مهما كانت انتماءاتهم، في تصنيف وتعديد إن كان العدد هذه المظاهرة كبير أو صغير. يجب أن نحترم تعبير المواطنين مهما كانت أعدادهم، يجب أن نتقبل الرأي والرأي الآخر. إن كنت فعلا مؤمن بإقامة دولة ديمقراطية حتى وإن تم استهجان رأيي، لا يجب أن واجهه بالعنف وبالفرض الرأي بالقوة. طيب، هذه المظاهرات تمثل رسائل واضحة للجانب الدولي، خصوصا أنها تخرج في كل جمعة ونتكلم عن 18 أسبوع. يعني يجب أن يكون واضحة لدى كل الليبيين أن الليبيين لا يستعطفون المجتمع الدولي. المجتمع الدولي إن أراد احترام المبادئ التي أسست عليها الدول الكبرى، وهي مبادئ هذه صور المتظاهرين في الميدان، مبادئ ديمقراطية ومبادئ دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان، فيجب أن تحترم في كل دول العالم. هذه المظاهرات تخرج للتعبير، لإيضاح الأول للمجتمع الليبي ككل بأن من يرتكبون الجرائم واضحين، يجب أن لا نسمح لهم بالاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، يجب أن لا نسمح لهم في انتزاع السلطة أو القفز على السلطة بشعارات مختلفة. حتى الديمقراطية حاولوا أن يكيفوها والشرعية حاولوا أن يفصلوها على مقاسهم، وعندما صدرت أحكام قضائية المفترض أنها تحترم، لا، لأنها اختلفت مع المقاس الذي فصلوه. بالتالي أعتقد أن الأمور بدأت واضحة. بغض النظر عن كل هذا، نحن اليوم نتكلم عن المبادرات وعن الحوار وعن الوصول إلى حل سلمي، وعن أن لن يستطيع لا خليفة حفتر ولا 100 خليفة حفتر أن يسيطر وأن يرجع ليبيا إلى دولة استبدادية شمولية. هذا كله متفقين مهما كانت شعارات بين الجيش والشرطة والجيش سينتصر، وليس هناك جيش في ليبيا وهم مقتنعين بهذا ولكن يكابرون. اليوم نريد الوصول إلى حلول تضمن توقف هذا النزيف من الدماء. هذه الحلول قائمة على مبادئ ومرتكزات حاكمة يجب أن نتفق عليها، يجب أن تكون هناك
روح وطنية تقبل بالتنازل وبعدم التشبت بالمناصب من أجل سلامة الوطن. هذه مبادئ الحاكمة التي يجب أن 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 نوليها الاهتمام وأن نركز عليها لمصلحة كل أبناء الشعب الليبي. كل أبناء الشعب الليبي ليسوا هينين. لا نحن يسوؤنا من يقتل من الطرفين من الليبيين. المجرم هو هذه القيادات التي زجت بهؤلاء الشباب في معارك لا يفهمون مبتغاها أو المواصيل التي يريدون الوصول إليها قادتهم. بالتالي أعتقد أن هذه الدماء يجب أن توفر لصالح هذا البلد. يجب أن نبدأ البحث الفعلي على الحلول التي توقف هذه الدماء بغض النظر، ولكن هذا يجب أن يرتكز على أحكام أو مبادئ حاكمة، من أهمها احترام مؤسسة قضائية. يجب على البرلمان أن يحترم هذه المؤسسة. طيب الحكومة المنبثقة منه يجب أن تحترم وجهة النظر هذه. من يجب عليه أن يوضحها؟ هل الأساس الذين تبنوا لربما نتكلم ونقول الحياد لم يقفوا مع طرف من الأطراف أو ماذا يعني؟ أنا أتمنى من حكومة الإنقاذ بحكم أنها تولت المسؤولية في هذه الفترة وأن المؤتمر الوطني كلفها لملء الفراغ، أعتقد أن من واجبها أن تقوم هي بالمبادرة وأن تقوم بإرسال مثل هذه الرسائل يعني للمجتمع الدولي أو للوسطاء الدوليين أو من له مصالح في ليبيا. يجب ألا ننسى أن العلاقة مع ليبيا أو مع أي دول أخرى هي علاقة مصلحية قبل أن تكون علاقة عواطف. بالتالي أعتقد أن يجب أن تستعمل كل هذه الوسائل لإيضاح هذه الصورة ولمحاولة طلب المساعدة من كل هذه الأطراف الدولية وإبداء حسن النية بأن الحوار والحلول السلمية نحن من نطالب بها، وهذه هي الأسس التي نعتقد أنها يمكن أن تضمن الحد الأدنى لطموح الليبيين. فأرجو منكم المساعدة على تطبيق هذه المبادرات. أعتقد إن لم نبادر وبقينا في موقف المنتظر للاعترافات ولا للاحترام الأحكام ولا للتعامل مع حكومة، فسنبقى في نفس المكان وسوف يسبقنا الطرف الآخر بمراحل ربما يصل إلى درجة فرض أو تشكيل قوة من بعض الأطراف الإقليمية التي تتحفز لمهاجمة الثورة في ليبيا. طيب سيد أشرف، رسالتك الختامية للمواطن الليبي الذي ربما لا يفقه كثير في السياسة. أنا أوجه مطالبة الحقيقة لكل المواطنين الليبيين بأن يكونوا على ثقة تامة بأن ليبيا ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة، أن ليبيا ستصل بإذن الله إلى الاستقرار. لن نستمر في هذا الدماء، ولا يجوز إسقاط تجارب الدول الأخرى المختلفة معنا في التركيبة الاجتماعية على المجتمع الليبي. أن تكون لهم ثقة كبيرة وأن لا يستمعوا لمن ينادي بالاستمرار في هذا الحمام من الدماء. أعتقد أن هذه الرسالة موجهة للمواطنين الليبيين، وتمنى منهم أن يكونوا على ثقة وأن يقوموا بأعمالهم التي تضمن استمرار الحياة في ليبيا بشكل عادي. سيد أشرف الشحة المحلل السياسي، شكرا على هذا الكلام، بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. إلى هنا أيها المشاهدون نكون قد انتهينا من حوار المساء وهذه الحلقة، آملين أن نلتقي جميعا في دولة الأمن والاستقرار. ختاما نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة.